المنتخب الأردني. الخطأ الشخصي الأول على اللاعب رقم 10 سام داغلاس في عملية التصويب الثلاثي متسرعة إلى زيد الخاص. زيد الخاص ودفاع قوي، بلوك شوت من زيد الخاص، ويرتكب زيد الخاص الآن الخطأ الشخصي الأول كما يشير الحكم الدولي ياسر حنوني من سوريا. يعني شوي عم بيكون الأخطاء كثيرة عم بتكون على منتخبنا بخمس دقائق، يعني شفنا ثلاث أخطاء، لازم ننتبه من هذا الموضوع حتى ما يضطرش المدرب لتبديل اللاعبين الأساسيين. يعني كابتن، يعني شاهدنا كل المنتخبات تلعب بقوة أمام المنتخب الأردني. إشي أكيد، يعني المنتخب الأردني هو صاحب الأرض والجمهور، وصار منتخبنا معروف على الساحة العربية والآسيوية. يعني كل منتخب بترقب اللعب ضد فريقنا وبيحاول يورجي قد ما بيقدر انه هو بيستحق الاحترام والفوز. منتخبنا الحمد لله لهلا عم بيستطيع انه يدافع عن سمعته وعن قوته في ارض الملعب امام جمهوره، وان شاء الله بنستمر لاخر البطوله بهالطريقه. نعود الى اجواء اللقاء، ويحيى فرحان في صناعه العاب المنتخب الكويتي الى اللاعب احمد فالح. يحيى فرحان في التصويب الثلاثي، يستخدم الان الكويتيين السلاح الثلاثيات، ودخول سريع من وسام السوس وتصويب ثلاثي متسرع من وسام، العوده الى محمد الشكناني. يحيى كليب، يحيى فرحان، وتعود الكره الى زيد عباس. سام داغلاس، تسريع في ايقاع اللعب من قبل المنتخبين. سام داغلاس، تهدئه اللعب في هذه اللحظات، ونقطتين يحرزهم الآن المنتخب الأردني. الفارق الآن نقطتين لمصلحة المنتخب الكويتي. نشاهد أبو عبد الله أبو قورة على سوف يقوم بالتبديل بعد لحظات. 8-6 لمصلحة منتخب الكويت. المطيري في عملية التصويب، واللم الناجح من زيد عباس إلى سام داغلاس، وتمريرة بشكل جميل إلى علي جمال، ودخول من علي جمال، ويعادل الآن علي جمال النتيجة 8-8. بدأ المنتخب الأردني يدخل في أجواء اللقاء بشكل أفضل وأفضل، وتمنى للمنتخب الأردني. عزيز الربيع على التصويب الثلاثي، علي جمال، وتعود الكرة لمصلحة عبد العزيز ربيع لاعب الخبرة في المنتخب الكويتي. بصراحة كابتن حاتم، أنا عم بنتبه على صانع الألعاب يحيى. يحيى عم بمسك فريق المنتخب الكويتي بطريقة كتير ذكية وحلوة، يعني عم بيبدو كأنه قائد هالبلاي ميكر. يعني أنا عجبني طريقة هدوءه في الملعب. إلى حد الآن عم نلاحظ المنتخب الأردني عم بيستغله سلاح الفاست بريك، عم بيستغله زي أمامنا على الشاشة. علي جمال عم بيكون هو نقطة القوة بتحت السلة، عدل النتيجة. النتيجة عم بتكون 10 نقط لمنتخبنا بالتقدم بنقطتين عن منتخب الكويتي 8 نقط. طبعا ده دقيقتين ونص. شاهدنا امبارح زيد عباس بركض مكان علي جمال، استغل من برافو برافو يا شباب. فريق عمل جماعي من قبل لاعبي المنتخب الأردني يجبر مدرب منتخب الكويت لطلب وقت مستقطع في هذه اللحظات في آخر دقيقتين و23 ثانية، والمنتخب الأردني يتقدم على منتخب الكويت 12-8. طبعا الوقت المستقطع اكيد مظبوط، يعني صار في رن للفريق الاردني. منتخبنا الوطني تقريبا 6 نقاط متتاليه زي ما عم نشوف على الشاشه، النتيجه 12-8. اضطر المدرب الكويتي يطلب، اكيد راح يعيد ترتيباته. انا بتوقع انه اذا بده يستعمل السلاح بالدفاع يمكن يستعمل زون ديفنس فريق الكويت. ما بعرف عن المدرب، بس انا هيك توقعاتي، يعني لازم نكون منتبهين لهذا الشيء. كان في شغل كثير واضح وحلو على الفاست بريك عن طريق سام وزيد عباس وعلي جمال، وعلي شوي مش عم بنتبه له، صار التركيز شوي عم بيكون على زيد الخص، مما بتيح عماله الفراغ شوي لعلي جمال تحت السله. بالضبط، يعني انه كابتن معتصم حسينا انه زيد عباس مراقب، ولكن علي جمال اخذ دور زيد عباس. يعني
اخذ دور زيد عباس، وبرضه زيد الخص يعني مع حجمه يعني عم بيساعد، لانه بيحاولوا يديروا بالهم من وجوده تحت السله او خارج السله، فصار الفراغ شوي واضح لعلي جمال. كابتن معتصم، بنشاهد الان تشكيله مغايره، خمس لاعبين طوال القامه داخل الملعب، من عبد الله ابو قوره، زيد عباس، زيد الخاص، خلدون ابو رقيه، عبد الله ابو قوره. يعني ما هو الهدف من هذا تواجد مجموعه اللاعبين؟ يعني هلا زي ما قلت لك المدرب بحاول يشرك الجميع، بس انا برايي كان علي جمال عم بيمشي منيح، يعني ما بعرف ليش سحبوا المدرب. يعني هلا عندك وجود عبد الله وزيد شوي ببطئ من ريدم الفاست بريك، بالرغم من وجود سام دوغلاس وزيد عباس لسه على ارض الملعب، بس يعني المدرب له وجهه نظر، وزي ما حكيت لك عم بحاول يجرب كل التشكيلات طول ما عنده مجال وفتره للتبديل. باعتقادك المباراه سهله للمنتخب الاردني كابتن؟ والله ما في شيء سهل، يعني المباراة هي واقعيا الكل توقعات انه منتخبنا يفوز، بس منتخب الكويت كمان يعني هذا منتخب وطني للكويت، يعني ما في شيء سهل، فيه نجوم وفيه لاعبين برضه، يعني زي ما هلا شفت 3 بوينتس باي وقت عبد العزيز ربيعه، يعني اذا بنخي المنتخب اكيد راح يصير في مشكلة عندنا مع المنتخب الكويتي. الآن تصبح النتيجة 12-11 للمنتخب الأردني، وزيد الخاص في عملية تصويب، واللم من خلدون أبو رقية إلى زيد عباس. يعني إذا بتلاحظ بأرض الملعب كابتن حاتم ما في ولا شوتر عندنا، يعني كل اللاعبين، بجوز زيد الخاص يمكن أكثر واحد بشوت بين اللاعبين الموجودين، يعني سام حيمشي الفريق، الجنحان خلدون وزيد عباس بيمتازوا بالبنتريشن شوي مش الشوتينج، يعني فاعتقد لازم يكون في شوتر، يعني ممكن يكون في وسام مره ثانيه. نشكر رابطه مشجعي المنتخب الاردني شريف المصري ومن معه الذين يساندون المنتخب الاردني، والكرة لمصلحة المنتخب الأردني، وزيد عباس وتمريرة الرائعة إلى سام داغلاس بغفلة من مدافعي المنتخب الكويتي، يضع نقطتين سام داغلاس وأيضا رمية إضافية ويوسع الفارق إلى 3 نقاط وثلاث أخطاء شخصية على اللاعب عزيز أربعة لاعب الخبرة في المنتخب الكويتي، ورمية إضافية لسام داغلاس العقل المدبر والدينامو للمنتخب الأردني، أصبح الفارق الآن 4 نقاط للمنتخب الأردني. الشمري إلى أحمد فالح، العتيبي، بدر العتيبي، عبد العزيز ربيعة، دخول من عبد العزيز، متألق عبد العزيز في هذا اللقاء، إلى عبد الرحمن جمعة، وخطأ شخصي على اللاعب خلدون أبو رقية، الخطأ الشخصي الأول على خلدون أبو رقية. كابتن معتصم، بنشاهد المنتخب الكويتي بدأ يستخدم الدخول على لاعبي المنتخب الأردني في منطقة الزون. أكيد يعني الطول لصالح المنتخب الأردني، منتخبنا الوطني، إذا صار في شوتينج للمنتخب الكويتي راح يصير فيه بالصعوبة إنهم يلموا ريباوند لسكند تشانس، فعم بفضلوا إنه تكون النسبة الأقوى اللي هي البنتريشن، ممكن يكسبوا أخطاء أو الشوتينج بيكون أسهل من جوا الثري بوينتس، برا الثري بوينتس بصير المهمة صعبة، في عندك 4 أطوال قصار وبجيبوا سكورات. وتحدثنا عن العقل المدبر والدينامو للمنتخب الأردني، سام داغلاس يلمح زيد عباس في عملية قطع، يضع كرة بشكل جميل لزيد عباس تنتهي في السلة، يعني شفنا بلوك شوت رائع من زيد عباس، هجوم سريع وخاطف للمنتخب الأردني. سام داغلاس إلى عبد الله أبو قورة بشكل أحلى ولا أروع، ولكن مخالفة المشي عبد الله أبو قورة. ماذا تقول عن رتم المباراة كابتن معتصم؟ في تفاهم من الـ3 مباريات اللي مرقوا، في تفاهم كثير واضح بين سام داغلاس وزيد عباس، شفنا قبل شوي طريقة الباك دور اللي كانت، يعني هاي طريقة كثير صعبة مش أي لاعب بيسويها، شفنا كيف تمت عملية القطع بين زيد عباس وأخذ الباس من سام داغلاس. ريتم المباراة عم بيكون سريع زي ما حكيت لك، بالرغم من انه في تواجد لاعبين طوال كثير بفريقنا بارض الملعب، اعتقد راح يبدا المدرب توماس بتشكيله مغايره بالكوارتر الثاني، يمكن يريح سام او يريح زيد عباس،
لانه بيطمن للنتيجه، بالرغم من انه النتيجه مش فارق كبير يعني زي ما امامنا على الشاشه اربع نقاط يعني. والمنتخب الكويتي لحد الان عم بثبت وجوده بارض الملعب، عم بيحاولوا يلفوا الكره كثير، يدخلوا بنتريشن اكثر من الشوتينج حتى يضمنوا اذا ضاعت الطابه يكون في مجال، يعني لانه الريباوند ما راح يكون لهم، فاتليست يكون عندهم فرصه اذا ضاعت يكون في عندهم فرصه للعوده للفاست.